المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. أوساط صحفية تتوقع تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري في 6 أبريل الجاري. قوى الإطاري تتهم المنادين بحل قوات الدعم السريع بالحالمين. فاغنر الروسية تعلن سيطرتها على باخموت الأوكرانية. أهلا بكم. فتح برنامج أجندة الساعة الذي تبثه قناة الشروق الباب واسعا أمام كل السيناريوهات المحتملة في المشهد السياسي السوداني، لا سيما التوقيع المرتقب للاتفاق الإطاري النهائي في 6 أبريل الجاري، في وقت قال فيه القيادي بالحرية والتغيير إسماعيل محمد التوم في تصريحات له عقب البرنامج إن العملية تمضي وفق ما تتطلبه تطلعات الشارع الثوري في الانتقال المدني الديمقراطي، إلا أن الصحفي عبد الوهاب موسى توقع ألا يتم التوقيع في الموعد المحدد نظرا لاعتبارات فندها في ثنايا حديثه. مواعيد الدمج ولا التحديث والإصلاح هي المفروض تمشي في خطوط متوازية، هي بس الناس كيف تحدد الزمن، رغم أنه هو في اتفاقات مبدئية أنه الناس كلها موافقة على عملية الدمج والتحديث والإصلاح في مدة محددة، فضلت المصفوفة الزمنية اللي هي المفروض تكون مصاحبة للاتفاق كله يعني. إلى ذلك اتهم القيادي بالحرية والتغيير إسماعيل التوم المنادين بحل قوات الدعم السريع بأنهم حالمون. هو ما الناس السياسي ما هو فن ممكن، وأنا بتعامل على أي واقعة وفقا للظروف. حل الدعم السريع ده أحلام يعني، ما في قوة زي ده مكونة عندها سلاح تيجي تقول لا خلاص يلا شيلوا شيلوا عفشكم امشوا بيوتكم. ده هي دي أحلام، ما في حاجة اسمها حل دعم سريع، ما في جيش في العالم ده هو سواء نظامي أو غير نظامي بيحلوه بقدر ما إنه بيعملوا عملية بتاع الدي دي آر أو الدمج على التسريح، وهي دي كلها عندها قواعدها الستة معلومة يعني في الأمم المتحدة، بالتالي ما في حاجة اسمها حل دعم سريع، الناس هي تتكلم في إطار الممكن يعني إذا دايرة تحل أزمات الدعم السريع هي قوة موجودة وعندها وضعها الأمني بقانون من النظام البائد، هي لابد إنه من أجل تطوير جيش مهني واحد وقومي إنها هي تدمج كل الجيوش والميليشيات سواء الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش القومي المهني الواحد. تترقب الأوساط السياسية والاجتماعية وصول أطراف العملية السياسية النهائية إلى صيغة توافقية تفضي للتوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري، مما يمهد الطريق لمستقبل مشرق مع الوضع في الاعتبار استصحاب المعترضين على بعض بنود الاتفاق. مع تحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق الإطاري كآخر إطار من أطر ما أطلق عليها العملية السياسية النهائية، يثور جدل كثير في الشارع عن فرص الوصول إلى اتفاق من خلافها. يعني هل فعلا سول الاتفاقية والحكومة كذلك الجيش سال الاتفاقية، ويبدأ الله يقول لكم الاتفاق الإطاري ده هو اتفاق حل للمدنيين ولينا نحن ويرحب البلد اللي قدام، ونحن يعني نتمنى يعني وعشمنا في انه يكون فعلا حل للأزمة اللي احنا موجودين فيها حز. وتبدو قضية دمج القوات من أكبر العقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى مرحلة التوقيع، وهي فيما يبدو ليست بالهينة. هذا الاتفاق في تقديري هو واحد من المخارج اللي ممكن كان تكون يعني الخطوات الأولى لإخراج البلد إلى بر الأمان من الأزمة السياسية الراهنة، ولكن إذا ما تناوى حوله الفرقاء أو أعني بذلك القوى السياسية المدنية والقوى السياسية العسكرية من جانب والقوى العسكرية مع القوى العسكرية الأخرى من جانب آخر، فذلك قد يؤدي إلى تأجيل توقيع الاتفاق أو إنجاح أهداف الاتفاق في المرحلة القادمة. غير أن المواطن والذي أعياه الانتظار يأمل في أن تعلي أطراف العملية السياسية النهائية من الشأن الوطني
للخروج بالبلاد من نفق الأزمات. أتوقع أنه الاتفاق الإطاري إذا يتحقق بنفس النص يحقق حقيقة في وجود رغبة أكيدة في وجود تصالح كبير مع قطاعات كبيرة، يحقق أغراض كبيرة، يدفع الجميع لأنه يبني سودان، يسعى الجميع سودان موحد بناسه بكل أطرافه بدون تحديد جهويات بدون عرقيات. نتمنى دائما أنه مصلحة البلد تكون هي الخيار الأول. كل هذه المعطيات قد تكون إشارات متى ما التقطها الفرقة ربما تكون الهادي إلى حل يرضي الجميع ويفتح آفاق المستقبل. بين الانتظار والتأجيل ينظر الشارع إلى الاتفاق الإطاري كواحد من الحلول المطروحة للمعضلة السياسية السودانية متى ما توافقت الأطراف. محمد الفاتح الشروق، ولاة الإطاري. نفذت أكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية دورة تدريب المدربين توت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل لمنسوبي هيئة الطرق والجسور، والتي تأتي في إطار خلق كوادر مؤهلة ومدربة. وقال المدير العام للأكاديمية خالد إبراهيم عثمان إن الدورة تستهدف بناء الكوادر المتميزة ذات الجودة العالية التي تنقل العملية التدريبية لسد فجوة العاملين بهيئة الطرق والجسور إلى حيث الواقع. أنت كمتدرب يجب أن ما تلقيته في هذه الدورة، ونحن نخلق منك كادر مدرب، أن تسد الفجوات التدريبية لكل العاملين بهيئة الطرق والجسور. والتدريب كما ذكرت احتياج تدريبي، المؤسسة عندها احتياج تدريبي، الفرد عنده احتياج تدريبي، ونحن ساعين في ظل هذه الظروف برغم علمكم لها أن نسد هذه الفجوات حتى أنه البلد تتطور. يعني الحديث عن هيئة الطرق والجسور لا ينتهي، ودورة مهم جدا جدا، فلذلك كانت هذه الدورة هي الدورة الأولى اللي بدأنا بها في هذا العام بعد الظروف دي، عشان ما نبتدي بهيئة الطرق والجسور، لأنه الرسالة رسالة كبيرة ورسالة خالدة ورسالة أبدية. عالميا أعلنت قوات فاغنر الروسية الخاصة سيطرتها على مبنى بلدية بخموت شرقي أوكرانيا، قائلة إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة بالمعنى القانوني. رياضيا، انطلقت بالأمس بملعب الخماسيات بالمدينة الرياضية بالفرقة 18 مشاة بكوستي دورة الفقيد مساعد تعليم حسين حسن حمدان الحمري الرياضية الرمضانية لخماسيات كرة القدم، تحت شعار كرة القدم تجمعنا وأخلاقنا ترفعنا وبالرياضة تسمو الأرواح، بتشريف رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية عمر الدابي. هذا وخلال تدشينه فعاليات الدورة أكد قائد الفرقة 18 مشاة اللواء ركن سامي الطيب سيد أحمد اهتمام الفرقة بالمناشط الرياضية والثقافية والتعليمية، مشيرا إلى أن هذه الدورة الرياضية تقام سنويا بين كل الوحدات العسكرية بالفرقة، وجاءت هذا العام تخليدا لذكرى المساعد حسين حسن حمدان الحمري أحد ضباط الصف المميزين الذين افتقدتهم الفرقة بأدوارهم الكبيرة في مجال التدريب. ختام هذا المساء أعود وأذكر بالعناوين. أوساط صحفية تتوقع تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري في 6 أبريل الجاري. قوى الإطاري تتهم المنادين بحل قوات الدعم السريع بالحالمين. فاغنر الروسية تعلن سيطرتها على بخموت الأوكرانية. بهذا تكاملت نشرتنا لهذا المساء، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.